لازم تفهم ان كلامي احن كتير من اللي ممكن يحصل يا عمده. انا لا مؤاخذه بيه، انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه اساسا. طب اقعد اقعد. انا عايز اعرف انت جيت تقابلني ليه؟ وحشتك. انا اخر مره قابلت فيها عصران قال لي ان انت في اللعبه وان انت اللي بتدي له البضاعه. وصدقتها؟ وهو هيكذب عليا ليه؟ ايه مصلحته في كده؟ علشان يداري على نفسه، علشان يبين قدامك انه راجل مسنود، وعلى راي المثل اللي ملوش كبير يشتري له كبير. بقول لك يا بيه، انا جيت لغايه عندك وقابلتك وعملت بالواجب واكتر، بس جيت بخطري بالاذن. عمده، مين اللي قتل عصران؟ انا المفروض اسالك السؤال ده، مش كان بيشتغل معاك؟ الله، هو برضه مش راجل من رجالتك وانت بتعرف عنه كل حاجه؟ يكونش عصران ده عيل صغير ولا ايه؟ وبعدين انت عارف الصعيد واللي بيحصل فيه، كل يوم والتاني حد بيتقتل ومن غير اسباب واضحه، وساعات كمان بتكون اسباب تافهه. يعني مش انت اللي ورا قتل عصران؟ ما انت بتقول انه عصران راجل من رجالتي، حقت الراجل من رجالتي ليه بس يا بيه؟ لا، ما انت كمان بتقول ان انتوا بيتقتل عندكم كل يوم في الصعيد واحد، وعشان خاطر اسباب تافهه. مش يمكن يكون عندك سبب تافه لقتله يا عمده؟ ويا ترى ايه السبب التافه ده؟ ايه مصلحتي من قتله يعني؟ يعني انه يكون عارف عنك كل حاجه، وما انتش عايز حد يعرف كل حاجه. يبقى كده الله يرحمه مات وخد سره معاه. يعني مفيش فايده يا عمده. على فكره كلامك ده في ناس كتير هتدفع ثمنه، وثمن غالي قوي. بقول لك ايه يا بيه، شوف مصلحتك مع مين واعملها، واللي غلط لازم ياخد جزاء غلطته. صح. بالاذن انا بقى يا عمده، لان في ناس مستنيه تعرف نتيجه القعده ديت. ابقى سلم لي عليهم. ماشي. سلام يا عمده. لا لا، دي احلى. هتتكلم يا عم؟ انا لا اسمع، انا لا ارى، انا لا اتكلم. يعني ايه؟ هتسيبنا كده من غير ما تقول رايك؟ ما خلاص يا عم، رايي ملوش لازمه، اللي حصل حصل، ده قرارك واختيارك. يعني احنا جايين من اخر الدنيا عشان نقعد معاك، عشان نسمع منك الكلمتين دول؟ عاجبك كده يا عم منعم؟ ولا مالي عامل حاجه؟ أنا شخصيا عملت الصح، ما خبيتش عليكم حاجة، عزمتكم عندي في البيت وشفت العروسة، يعني لا مؤاخذة على عينك يا تاجر، حصل عم فريد؟ حصل. بس أنا بقى بالنسبة لي حكايتكم دي ممكن تاخد معايا شكل مش كويس. نعم؟ بالنسبة لك أنت؟ طب إزاي؟ إزاي إيه؟ أنتوا ناسيين إن سواء لقاء أو إلهام الاتنين بيثقوا فيا جدا، وبعدين لو لا قدر الله والحكاية دي اتعرفت، وده أكيد هيحصل في يوم من الأيام، ساعتها هيبقى شكلي إيه قدامهم؟ اكيد هيعرفوا ان انا كنت عارف وساكت، ويمكن كمان يشكوا ان انا اللي حرضتكم. انت كل اللي قلقك شكلك قدام ستاتنا، واحنا شكلنا قدام ستاتنا ما يهمكش بحاجه؟ لا طبعا ما يهمنيش، لان انتوا رجاله واحرار، تعملوا اللي انتوا عايزينه واللي انتوا سعداء بيه. انت مش مبسوط؟ انا مبسوط، مبسوط قوي. وانت يا عريس؟ انا مبسوط، مبسوط قوي. خلاص، يبقوا عايزين مني انا ايه بقى؟ يعني انت شايف اللي احنا عملناه ده صح؟ الله، احنا هنعيده تاني يا عم صبري؟ ايه يا عم صبري في ايه مالك؟ اللي احنا عملناه ده صح طبعا، احنا رجاله يا ابني مش عيال صغيره لا مؤاخذه، بنلعب كوره في الشارع وكسرنا ازاز بلكونه، صح، ومن وجهه نظرنا صح الصح كمان. قول لي ايه، مش صح ولا صح؟ معاك صح. بقول لك يا عم فريد، انت لا مؤاخذه ناوي تفرح لنا ولا جاي تتاكد علينا؟ انتوا عارفين كويس قوي ان انا اكتر واحد في الدنيا عايز افرح لكم، واكتر واحد في الدنيا يهمني ان انا اطمن عليكم. او كده خلي الكلام بقى يحلى شويه يا اخي. بس انت ده، انت طلعت ميه من تحت تبني يا عم صبري، عينك فارغه قوي كده. امال يا اخي هبيت في الراجل ليه وكنت هتاكله؟ فاكر؟ انا فاكر، وهو كمان فاكر. حبيبي خلاص، يعني انا اطلع منها. ماشي، انا طالع منها. بس قبل ما اطلع بقى، يهمني اقول لكم حاجه واحده بس، يا ريت يا ريت تراعوا ربنا في بيوتكم وفي مراتاتكم. ماشي؟ فريد، يا فريد،
مين بيخبط؟ زبالة. صلاح؟ قلت لك زبالة. انت عاوز ايه؟ لقيتك ما بتسأليش، قلت اجي اسأل انا. انت عاوز ايه يا صلاح؟ خلص. انا قلت لك جاي اطمن عليكي، غلطان انا؟ واديك اطمنت، اتفضل بقى من غير مطروح. كده؟ من غير اي واجب؟ من غير اي مصلحة؟ انا ست متجوزة ومش عايزة شوشرة. اتفضل دلوقتي وانا هبقى اعدي عليكم اديك اللي انت عاوزه. هو بعد العيد بيتفطر كحك يا محاسن ولا ايه؟ فيها لا خفيها. انت عرفت ازاي ان انا هنا؟ رحت سألت عليك في المكتب، قالوا لي انك استقالتي. قلت يا ترى يا هل ترى تكون راحت فين؟ قال بقى لي يا ابو صلاح امشي ورا الاستاذ. مشيت وراه لغايه ما عرفت المطرح. قلت اجي هني وبارك. ولما الاستاذ يجي دلوقتي ويشوفك هنا هنعمل ايه؟ يعمل اللي يعمله. انا جاي اطمن على لحمي، جاي اطمن على اخت مراتي اللي اتجوزت من غير اذننا زي ما يكون ملهاش اهل. قول عاوز كام يا صلاح وخلص. لا يا محاسن الحسبه طويله قوي، احسبيها كده انت على مهلك. وشوفي بقى العريس اللي انا كنت جايبهولك وانت رفضتيه، كنت هتمصلحي منه بكام وانا همصلح منه بكام؟ واحسبيها بقى وانت وذوقك. صلاح ابوس ايدك، لو صبري جه دلوقتي مش هيحصل كويس. اعلى مفخله اركبه يا محاسن. هطلب البوليس. معاكي النمره ولا اديها لك؟ طب لو مش عشان خاطري، عشان خاطر سماح وعبد الرحمن. يا روح ما بعدك روح، وعلى راي المثل اذا جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. انت ايه يا اخي؟ مش بني ادم؟ بيقولوا كده، بس انا هقدم معاك السبت يا محاسن، يمكن الاقي حد. معاكي كام؟ معايا 500 جنيه. ليزر الاستاذ مزنها عليك قوي. طب خدهم دلوقتي وبعدين هبقى اجيب لك اللي انت عاوزه. بكره. بكره؟ عاوز كام يعني؟ كمليهم 5 بواكي. منين؟ من الاستاذ. هو هيرفض لك طلب ولا ايه؟ اقول له ايه؟ قولي له اي حاجه، انت هتغلبي معايا محاسن، بس يكون في علمك لو حبيتي تلعبي بديلك كده ولا كده انا هروح بيته التاني وهقول لمراته على كل حاجه. تبقى اتجننت. انا بقى اتجننت لو ما عملتش كده يا محاسن. وهتكسب ايه من ورا ده كله؟ اهو لو ما كسبتش يبقى ما خسرتش حاجه. ايدك بقى على ال 500 اهيف. يلا. حاضر. اتفضل. 24 ساعة يا محاسن وبقيت المبلغ يبقى عندي، وإلا قسما عظيما. ما تكملش، هيكونوا عندك. باي باي يا قط، ما تنسيش ها؟ سلمي لي على الأستاذ. باي باي. جيهان، سيبك من كلام أمك، أنا عايزة الرد منك. وأنا قلت إني موافقة يا طنط. جرى ايه يا فريده؟ هو كلام عيال ولا ايه؟ دي بنتي وانا عارفه مصلحتها كويس. اسمعي يا نعمات، اللي حصل زمان انا مش عايزاه يحصل تاني. انا ما عنديش غير خالد في الدنيا. انت ما تعرفيش السنين اللي عاشها من بعد جواز جيهان كان شكلها ايه. احنا تقريبا كنا مخلصين كل حاجه لولا ظهور فريد. يا طنط يا طنط يا حبيبتي، اللي حصل زمان حاجه واللي بيحصل دلوقتي حاجه تانيه خالص. لا يا روح طنط، الحكايه هي هي، باب قديم اتقفل ورجع اتفتح تاني. عشان كده انا عايزه نستقر على كل صغيره وكبيره قبل ما اكلم خالد وفتحه واعرف انا بقول له ايه. ايه يا فريده؟ في ايه؟ اللي سمعك بتقولي كده قولي انك مش عايزه تتممي الحكايه. انت عارفه انه زمان انا كنت عايزه اتمم كل حاجه، بس انتوا اللي منعتوا. خلاص يا طنط، تقدري دلوقتي تكلمي خالد وتفتحيه في الموضوع، واحنا ان شاء الله هنقعد مع بعض ونتفاهم على كل حاجه، واللي فيه الخير يجيبه ربنا. ها استريحت يا فريده؟ لسه في حاجة عايزة اطمن عليها قبل ما اكلمه. خير يا فريدة؟ بصراحة انت عارفة انه خالد شغله برا وبقاله عمر بيبنيه، يعني لازم يرجع ويكمل. يعني ايه بقى؟ انا اللي هسيب مصر؟ هو ده الحل. لا مش ممكن بنتي تبعد عني، انا لازم ابقى مطمنة عليها. بنتك مش عيلة صغيرة، بعدين دي واحدة متجوزة قبل كده وعندها اولاد. خلاص يا طنط خلاص، هفكر في موضوع السفر ده. الرد يكون عندي قبل ما اكلمه. حاضر. اي طلبات تانية؟ ولادك هتقدري تعيشي بعيد عنهم؟ ده سفر وغربة. انتي ليه بتسبقي الاحداث يا طنط؟
ما تسيبي كل حاجة لوقتها مش أحسن؟ يا بنتي أنا عايزة أطمن عليكي وأطمن على ابني وهو بعيد عني، مش عايزة المشاكل اللي حصلت بينك وبين فريد تحصل بينك وبين خالد. لا عمرها ما هتحصل، عايزة تجيبي فريد زي خالد. اسكت انت يا نعمات، خليها هي اللي ترد. انا هكلم خالد وفتحه وهقول له. طنط لو سمحتي انا طالعه اوضتي عشان عايزه استريح، ممكن؟ ممكن يا روح طنط، اتفضلي. شكرا. في ايه يا فريده؟ انا حاسه في كلامك كده. اسمعي يا نعمات، اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها عيال، واحنا اتكسفنا مره وما عندناش استعداد انها تتكرر تاني. محاسن، محاسن، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك؟ معدي من قدام المحل شميت ريحه الخبيث ما قدرتش اقاوم، قمت عامل تشكيله كده عشان اكلها بعد الغدا. طيب يا حبيبي على ما تغير هدومك الغدا هيكون جاهز. اوكي. حسن انت مالك؟ ابدا مفيش حاجه. محاسن مفيش حاجه ازاي؟ ايه ده؟ انت بتعيطي؟ لا ابدا، الظاهر وانا بحط توابل في الاكل حاجه دخلت في عيني. محاسن انت بتكذبي عليا؟ انا عمري ما كذبت عليك. دي اول مره بتكذبي عليا فيها. محاسن مالك؟ محاسن انت تعبانة؟ يا ريت. مال في ايه؟ صلاح جوز اختي عارف ان احنا اتجوزنا. عارف ازاي؟ راح المكتب عشان يسأل عليا، عارف اني استقلت، مشي وراك لغاية لما عارف مكان البيت، جاني امبارح بالليل. طب ما كلمتنيش ليه؟ انا حاولت اكلمك في المكتب ما كانش في حد بيرد، اتكسفت اطلبك في البيت خصوصا انك قلتلي انه عندكم ناس على العشاء. اتصل بيا بأي حجة؟ قولي ان في شغل مهم. شغل ايه اللي هيكون مهم الساعة واحدة بالليل؟ واحدة بالليل؟ هو جه متأخر أوي كده؟ ايوه، وطلب فلوس عشان يفضل ساكت. اديتيله؟ هو انا ما كانش معايا المبلغ كله، اديته كل اللي كان معايا. ازاي تديله؟ ده كلب مسحور مش هيسكت، هيطلب تاني. خفت يأذيني؟ ده انا كنت هقتله. أوعدك إن اللي حصل ده مش هيحصل تاني. طب فهمني، أنا خايفة عليك. من الكلب ده؟ ده أنا أفحصه برجلي. أنا هروح للبيت ولو حكمت إن أنا أضربه ببيته هضربه. أوعى تعمل كده، ده واد صايع ورد سجون ممكن يأذيك. ما يهمنيش يا محاسن، طالما الأمور وصلت لحد عندك ما يهمنيش. طب عشان خاطري يا صبري اهدى بس كده وفكر بهدوء. أنا ممكن يجرالي حاجة لو الواد ده عمل معاك حاجة كده ولا كده. أنا مش ممكن أشوف اللي جرالك ده وأفضل ساكت. هروح له يعني هروح له. ممكن أجي معاك؟ من فضلك ما تتحركيش من البيت، والبيت بتاعهم ده ما تروحوهوش تاني، ولو حكمت لو أختك عاوزة تسلم عليكي تيجي هنا أهلا وسهلا. حاضر يا صبري، بس أول ما تخرج من عندهم البيت كلمني من تليفون العربية طمني. حاضر هطمنك، بس من فضلك اقفلي باب الشقة عليكي من جوه، ما تفتحيش لأي مخلوق، فاهمة؟ حاضر، بس أنا مش هستريح إلا لما أسمع صوتك. يا ستي ما تخافيش علي. هو أنا تربية جاردن سيتي؟ ده أنا برضو ابن شبرا، يعني أعرف أتعامل مع المواقف دي كويس قوي. ولا أنت بقى بيغرك البدل اللي أنا بلبسها؟ على ما تجهز الغدا ساعة واحدة أروح لوكيلي. بس أنا مش هستريح برضو إلا لما أشوفك قدامي. إن شاء الله هتشوفيني. يلا باي. كريم
ازيك يا مريم؟ طنط معاكم؟ لا احنا جينا لوحدنا. خلوه هنا يا مريم. بابي موجود بس فاطمه مش موجوده، راحت عند واحده صاحبتها. يا خساره، كان نفسي اشوفها. بابي يا بابي. ايوه لبنى وكريم هنا. عارف وسامع كل حاجه. اهلا اهلا. ايه النور ده؟ ازيك يا لبنى؟ ازيك يا خالد؟ ازيك يا كريم؟ ازيك يا خالد؟ وانت مين حضرتك؟ ايه ده، امال امكم ما جاتش معاكم ولا ايه؟ لا في البيت، بس يمكن لما تعدي علينا تاخدنا هتطلع شويه. تنور. ويا ترى بقى ايه سبب الزياره المفاجئه دي؟ بس اوعى حد يقول لي اصلك وحشتنا يا خالو ومش عارف ايه، لاني مش هصدق. لا والله العظيم يا خالو انت وحشنا قوي، بس انا كنت عايز حضرتك تساعدني ان املى استماره تنسيق الثانويه العامه. وماله؟ هات. تعرفي يا لبنى يا حبيبتي، انا مبسوط جدا انك جيتي، لانه اختك مريت معكننا بقالها شويه، غيرت لها وحطت لها الرضعه وبرضه مش عايزه تروق. ما تخشي انت ومريم تشوفوها عامله ايه. حاضر يا خير. يلا. قال اتكلم في ايه؟ في اللي انت جاي عشانه. انا جاي عشان ورق مكتب التنسيق بس. مش بس. بس خلاص خلاص خلاص. اقعد ساكت بقى وانا هبص على اوراق مكتب التنسيق واتصفحها ورقه ورقه، وانت تقعد ساكت خالص ما تفتحش بقك. اوكي. بصراحه انا كنت عايز اتكلم معاك في حاجه بس مكسوف منك. يا بني ادم يا بني ادم، ما انا قلت لك اتكلم من الاول، اخلص وانطق بقى قبل التتار دول ما يرجعوا. بصراحه انا بحب خالو. ما شاء الله ما شاء الله، والله كبرت يا كريم. بتحب بنت جارتي؟ بس بنت كويسه قوي ومؤدبه جدا جدا، وبنت ناس قوي، وكمان قدي في السن، وكمان كانت معايا في الثانويه العامه، وكمان جابت كام؟ 87% ادب يا خالو. برافو برافو، دي متفوقه كمان. طب شوف بقى يا استاذ، مبدئيا احنا كلنا مرينا بالمرحله دي، وكل واحد مر بالايام دي تقريبا كده بيعتبرها كانت احلى ايام عمره. انا شخصيا كده، وانا شخصيا مش همنعك ولا اقول لك لا يا كريم انت لسه صغير، لا انا هقول لك حب زي ما انت عايز. حب يا كريم، لان الحب ده احلى حاجه في الدنيا، بس بشرط ان الحب ده ما يأثرش على نظرتك لمستقبلك ولا على مذاكرتك. لا يا خالو ما تقلقش خالص، نيفين بنت كويسة جدا جدا، وكمان كانت بتشجعنا على المذاكرة. اسمها نيفين؟ حلو، يعني مؤدبة وكمان متفوقة وكمان اسمها حلو. ويا ترى امك تعرف؟ لا. وابوك؟ لا طبعا. ابويا؟ هو فين ابويا ده عشان احكي له يا خالو؟ عشان كده انا جيت لحضرتك، بس ارجوك يا خالو. وبعدين عيب كده يا كريم، مش خالو اللي يتقال له كده. ما تقلقش، سرك في بير، بس زي ما اتفقنا ده ما ياثرش لا على مذاكرتك ولا على مستقبلك، وانا اللي هتابعك بنفسي. ووالله لو شفتك خستكت كده ولا خستعت كده، سرك مش هيبقى في بير، سرك هيتنشر على حبال الغسيل اللي في الدنيا كلها، يعني فضحتك هتبقى بجلاجل. ربنا يخليك ليا يا خالو يا رب وما يحرمنيش منك. قول لي بقى يا سيدي، عايز ايه رغبة أولى؟ ودي فيها كلام يا خالو؟ أدب تاريخ زي حضرتك على طول. تعجبني. ونيفين رغبتها ايه؟ جنب جوزك فين يا سماح؟ مين يا سماح؟ ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا يا استاذ؟ انت قاعد ازاي تتهجم على بيتي يا كلب؟ مين اللي بيتهجم على بيوت الناس دلوقتي يا استاذ؟ ايه؟ انت فاكر البلد فوضى ولا ايه؟ ده انا هطلب لك البوليس يوديك في 60 داهية ونزل ايدك. اسمع هتافه انت،
لو هوبت ناحية بيتي تاني هوديك في 60 داية، ده آخر كلام عندي. بقولك إيه يا أستاذ، هما ياخدوهم بالصوت ليغلبوك ولا إيه؟ أنت اللي ضحكت على البيت وخدتها ولهفتها واتجوزتها من ورايا، لكن أنا ما سكتش، عرفت طريق بيتكم، ومع كل طلعة قمر هتلاقوني قدامكم. آه، ما أنا مش في فرحكم منسية وفي همكم مدعية. اخرس بقى، اخرس، اخرس، سودت وشنا قدام الخلق. حقك عليا يا أستاذ صبري، ووعد عليا أنا اللي حصل ده ما هيتكرر تاني. خلاص أنت يا أولية واتلمي ومالكيش دعوة بينا. اسمع، اللي حصل ده ما يتكررش تاني. قول لي أنت عاوز كام؟ وحدهولك مرة واحدة وما شوفش خليتك تاني. انت عايز كام؟ انا كنت طلبت منها 5 بواكي، نخليهم 15، ربنا تم. هو اسمع كلامي يا استاذ صبري، اسمع كلامي الصنفيدة، انا عارفاه، هتديله صباع هيطلب دراع. استنى انت يا سماح، انا موافق، بس اياك اشوف وشك تاني. بالشكل ده هتشوفه، وهتشوف وشه كتير كمان. ولا ما تبقيش عامله زي العظمه اللي في الزور. هو انت ايه، لا ترحمي ولا تسيبي رحمه ربنا تنزل غوري من وشك ده. اسمع يا تافه انت، انا هديك اللي انت عاوزه، بس هتكتب لي ورقه تتعهد فيها ان انت مش هتهوب ناحيتها. هديك كل اللي انت عايزه، والا قصر من عظمه. لا يا استاذ، لا 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 لا، ورقه ولا دياول، احنا مش بتوع الكلام ده. لا، الورق ده عند سعادتك في المكتب. احنا بقى اولاد البلد الجدعان، كلامنا بقى ايه وبس. افتكر كويس ان جيت لحد عندك، ولو شفت خليتك تاني قسما بالعلي العظيم لخليك تندم على اليوم اللي اتولدت فيه. عجبك كده؟ عجبك كده؟ منك لله يا بعيد، منك لله، مقصر رقبتي قدام كل الخلق. الله يرحمك يابا، انت السبب. اوعى الله يرحمك يابا، انت السبب. نعم يا اختي، انت عارف ابوكي خد مني قد ايه عشان الجوازه دي، وهو ده اللي مصبرني عليكي. ماشي يا سماح. ما تيلا يا خالد، طلع الهدية ولبسها لعروستك. ايش يا ست كل؟ مبروك يا خالد. ألف مبروك. ألف مبروك. الله يبارك. مبروك مبروك يا حبيبي. مبروك يا خالد. على إذنكم هتكمل التليفون. ايوه فريد يا شيخ. تصدق لو قلت لك اني تمنيت اشوفك دلوقتي؟ طبعا هصدقك، بدليل اللي انت عملتيه دلوقتي. انا محتاجه لك جدا يا فريد، مش عارفه اعمل ايه. قول لي اعمل ايه. ولا حاجه، لأنه مش هينفع. ليه مش هينفع؟
لاني قلت لك كتير يا جيهان وانت ما سمعتيش كلامي. حاولت افهمك انك هتوصلي للحظه دي وانت ما فهمتنيش. انت جاي تشمت فيها يا فريد؟ انت عارفه برضو ان انا ممكن اعمل كده. طب ساعدني. انت اخترتي الطريق اللي هتمشي فيه. طب والحق؟ لازم تدفعي الثمن. وانا اللي كنت فاكراك هتساعدني يا فريد. جيهان؟ جيهان؟ جري يا جيهان، انت واقفه هنا يا حبيبتي لوحدك وسايبه الضيوف؟ يلا يلا تعالي يا حبيبتي. بص يا عم صبري، لا بوليس ولا نيابة. وطي صوتك شوية. ماشي. لا بوليس ولا نيابة، الحال ده أنا عارفها كويس. يعني إيه؟ أسيبه يبيع ويشتري فيا وكل شوية والتانية يروح ينط عند محاسن؟ اسمعني كويس، الواد ده لا مؤاخذة لازم يتظرف علقة معتبرة قدام بيته في وسط منطقته عشان المؤاخذة يعني تتكسر مناخيره فما يعرفش يفتح عينيفك بعد كده. لا 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 من انا انا ما اقدرش اعمل حاجه زي دي. ومين جاب سيرتك؟ امال قصدك مين؟ انا قصدي مؤاخذه كام عيل من عندي، ده انا عندي عيال في الوكاله مؤاخذه عيال رخمة بحق ونفسهم لمؤاخذه يخدموني ويوجبوا معايا اي واجب. لا 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 بلاش الحكايه دي. انا 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 حاجه زي دي لو اتعرفت مستقبلي المهني كله يضيع. يا عم مهني ايه؟ ومين هيجيب سيرتك اصلا؟ واحد وغلط ولا مؤاخذه بيتأدب وصاحب العقل يميز، وساعتها المؤاخذة هيعرف ان انت بس مش هيقدر يفتح عينه فيك ولا هيقدر يتكلم معاك. ليه بقى؟ لان ممكن ابعت له الرخمه تاني وتالت. لا لا انا اخاف اعمل حاجه زي دي. ايه اعمل حاجه في ايه؟ اول مره ولا ايه؟ ولا انت عملت الحكايه دي قبل كده؟ اوه ونجحت نجاح ملوش مثيل. ويا عم ايه ده يا مان؟ هديه هديه ايه؟ حساب الرجاله. الله، انت يا ابني مش قلت انهم هيجوا مجامله؟ ايوه، بس الامر ما يسلمش، رشه برضو فيها باكوين ثلاثه وبعدين يا عم قول لهم خيرك. لا 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 انا انا خايف. عندك حل تاني؟ لا ما عنديش. خلاص يبقى مؤاخذه اطلع القهوه بقى احجز العيال دول. العيال دول اصلهم رخم قوي وعليهم طلب كبير. ماشي ماشي. عايز حاجه عسل؟ شكرا. مين دي عزل يا اختي؟ خرابي على عيونه من عم. الواد ده اتجنن ولا ايه؟ ازاي بس يا حاج؟ انا بقالك من 3 اشهر بكام؟ ايوه ب 138 يا حاج. السوق عيني وانا اللي بسعر السوق؟ ما الدنيا واقعه يا. طب اقول لك على حاجه، خلاص نشيل انا وانت الطلبيه اللي جايه دي. ماشي؟ ما هو مش هينفع، ما انت كده بتخسرني. بص يا حاج، انا بيني وبينك ايه؟ الورق صح؟ اديني فرصة ثانية واحدة. ثانية واحدة بس يا حاج. ثانية واحدة، ثانية واحدة. اهو اديك اهو اهو ب 138 من 3 اشهر. ما ينفعش يا حاج. طب اقول لك على حاجة كويسة، انا مسافه الطريق جاي لك يا حاج، احط جاكيت عليا ونازل اهو. خلاص يلا، سلام سلام يا ريس. مع السلامه. امير طلاق. طلاق ايه اللي بيتكلموا فيه؟ انت اتجننتي وانت موافقه على كده؟ كان بايدي ايه اعمله بس يا فريد؟ يعني كمان غصب عنك تبقي اتجننتي يا رشيدة؟ يعني القعدة دي كلها عشان احضر طلاق اختي وانا معرفش وهي كمان مش موافقة؟ لا يا رشيدة، انا هخش اقول لصالح انك مش موافقة على كده. لا يا فريد استنى. خلاص يا فريد، انا وتوفيق اتفقنا على كل حال، وهو قاعد مع الحاج صالح دلوقتي يعني بيتكلموا في حق الاولاد والمؤخر والحاجات دي. جرالك ايه يا رشيدة؟ سبتي ايه للجهل؟ ده انت انسانة متعلمة وجامعية، يبقى موقفك ايه قدام ولادك؟
يبقى شكلك ايه قدام بنتك اللي شايفاكي بتطلقي من جوزك لمجرد انك ترضي اخوك الكبير؟ هي نفسها تتجوز ازاي؟ كفايه يا فريد، انا تعبت. صدقني يا اخويا، انا من ساعه ما جيت من البلد ما نمتش. وانت فاكره يعني انك هتنامي بعد كده؟ لا، اسمعي يا رشيده، توفيق جوزك في بينك وبينه مشاكل ما قلناش حاجه، لكن مصيرها تتحل. ما تحلتش سيبيه يسافر، ولما يرجع يبقى يحلها الف حلال. ما تحلتش ساعتها بقى نبقى نفكر في الطلاق. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا ربي؟ انا تعبت يا فريد، انا بقيت زي حته القماشه اللي بتتقطع بين 100 مقص. ما بقتش عارفه ارضي مين، ارضي جوزي ولا ارضي اخويا الكبير، ولا اخد ولادي واهرب بيهم من كل القرف ده. مش بالشكل ده يا حبيبتي، الامور ما تتعالجش بالطريقه دي. اسمعيني يا اختي، انا هخش اقول لصالح انك مش موافقه، او على الاقل اقول له ياجل الموضوع ده شويه. ايه؟ ايه؟ اتاخرت ليه؟ لا معلش يا عم، ده يا دوب على ما وصلت البنات لغايه جيراننا وجيت على طول. طبعا رشيده حكت لك. ايوه يا عمده. الحقيقه انا قعدت مع الاستاذ توفيق واتفقنا على كل حاجه. هو يعني كان عند حسن الظن فيه. عندك طلبات تانية؟ ايوه يا عمده. قولي يا اختي، قولي كل طلباتك. رشيده مش عايزه موضوع الطلاق على الاقل دلوقتي. ايه؟ كلام ايه ده؟ كلام عيالك. اعوذ بالله يا صالح، بس ده طلاق. طلاق يا حاج صالح يعني بيت بيتهد، يعني عيال ممكن ما يشوفوش ابوهم بعد كده، غير بقى في زياره ولا في مناسبه ولا يمكن حتى صدفه. حاج صالح، احنا عايزين نفكر في الموضوع ده اكتر من كده شويه. الكلام ده كلامك؟ ردي كلامك ولا لا؟ انا اصلي. اصلي؟ انت مش قايله بعظمه لسانك انه الراجل ده بخيل عليك وعلى عيالك؟ مش قلتي كمان انه بيحرمك من المصروف وانت اللي بتصرفي على البيت؟ مش قلتي كمان انه مد يده عليكي؟ صح ولا لا؟ ما حصلش يا عم. لا حصل. اختي ما بتكدبش. قلت الكلام ده لاخوك ولا لا؟ وافرض يا صالح، كل بيته فيه مشاكله، واذا كان في مشاكل بين توفيق ورشيده هم يحلوها مع بعض واحنا ما نتدخلش، واذا اتدخلنا نتدخل بالحسنى. بقول لك مد يده عليها يا فريد. يغلك ايه؟ مع ذلك هسألك لاخر مره يا رشيده، موافقه ان انت تقعدي مع جوزك بعد كل اللي انت حكيتيه ده؟ ردي يا بنت، متصغر لنا شكتها منك ده. لا يا حاج، مش موافقه. قوليها تاني وسمعينا كلنا. لا يا حاج صالح، مش موافق. سمعت يا فريد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فريد، فريد يا أخوي. استني هنا. أنت أستاذ توفيق، ارمي عليها اليمين. رشيدة، أنت طالق. 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 هو دلوقتي يا أستاذ توفيق، تفضل خد شنطتك ومن غير ما ترد. الحاجات اللي اتفقنا عليها جوا تتم من غير مشاكل. لو عزت أي حاجة ابقى كلمنا، أنا مالكش دعوة بيها. مفهوم أظن؟ مفهوم يا عمدة، مفهوم. ها يا اختي، محتاجة حاجة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بتبكي ليه دلوق؟ مش ده طلبك؟ نهايته، أنا عندي كم مشوار كده هخلصهم وحبات معاك الليله دي، وبكره حسافر ان شاء الله. محتاجه حاجه؟ تعيش يا اخو، تعيش.
ايوه.